هي عن السلس البولي، يا ترى هو مرض ولا عرض؟ السلس البولي ممكن يبقى في بعض يعني في بعض الأحوال يبقى مرض، وممكن في بعض الأحوال تاني يبقى عرض، زي في السكر ده يعني مضاعفات من مضاعفات مرض السكر. إنه يحصل سلس بولي ممكن إنه الستات مع تكرار الولادة بيحصل ضعف في حاجة اسمها البلفيك فلور ماسل، دي مجموعة عضلات دي بتعمل سلس بولي. في حاجة تالتة خالص اسمها نوكتورنال انيريسيس، ده مرض بيجي من الأساس اللي هو التبول الإرادي، دي بيبقى بالليل بس ده بيجي اللي هو التبول لا ارادي، ده بيجي لكبار السن، يعني بيجي اللي بعد مثلا ال 40 او بعد 60 ولا لا؟ ممكن يجي من قبل كده. لا ده بالعكس، ده بيجي من اول سن مثلا 6 سنين لحد سن 25 سنه و27 و30ات، يعني اخر حلقه. بيجي بقى المرض دوت يعني ازاي؟ بيبقى وراثه؟ بيبقى بصي هو ليه اسباب كتيره، اللي هو التبول الارادي الليلي بيبقى ليه اسباب كتيره، من ضمنها انه في مشكله في النوم عندهم، بيبقى النوم لان هو طول النهار بيبقى متحكم في نفسه، بس متحكم عن طريق الادراك، يعني عن طريق ادراكه ان المثانه اتملت فهيفضيها، بس عضله المثانه نفسها ضعيفه، الدوره الدمويه اللي رايحه للمثانه والعضلات الحوض والعضله اللي بتمسك المثانه نفسها الدوره الدمويه اللي رايحه لهم ضعيفه، ودي حاجات احنا بنشتغل عليها. طب دي يعني حضرتك بتقولي بتبقى ضعيفه ليلا، عشان خاطر زي ما بنقول تجمع البول بيبقى يعني في بالليل، امال ايه؟ هقول بصي المشكله في بالليل بالذات ليه؟ هي العضله ضعيفه، فطول ما هو عامل عليها ما فيش كنترول طبعا، هو نايم. كنترول الكنترول بيبقى عن طريق احساسه، الاحساس مش قوه العضله، يعني هتلاقي العيان ده بالنهار يقول لك ايه، انا ما اقدرش ازنق نفسي، ما اقدرش امشي طريق طويل وازنق نفسي، ليه؟ لان العضله اصلا بتفوت، العضله ضعيفه، فمجرد ان ما فيش احساس ادراك ان المثانه اتملت بالليل فبيقوم بيسرب طالما انه مش حاسس. طبعا بالاضافه ان هو يعني كمان احنا بنعمل لهم برنامج، بيصحوا كل ساعتين وبياخدوا يعني علاج طبيعي، بنعمل جلسات بتبقى مدتها على حسب الحاله من شهر لثلاث شهور. طبعا الولاد اللي بيبداوا في سن صغير بيتحسنوا معانا بسرعه. الولاد يعني ولا البنات؟ يعني عشان في دايما البنات. عشان في دايما بيقول لك اللي هو التبول اللا ارادي بيبقى اكتر في السيدات عن الرجال. لا التبول اللا ارادي بيجي اللي هو بيجي في السن الصغير، ده بيجي في كل يعني الفئات سواء ولاد ذكور او اناث. يعني كل ما بتبداي العلاج بدري، هو اقصى مده في العلاج يعني وبنجيب نتيجه الحمد لله هايله بتبقى 3 شهور وبيبقى العيان خف تماما. اقل يعني اقل مده بيبقى حوالي 12 جلسه، دول بيبقوا شهر يوم بعد يوم. دول اكتر بقى في الناس اللي هم ايه 10 سنين، فئه ال 10 سنين 8 سنين 9 سنين، اللي هم ما عندهمش ادراك قوي بال لا بيبقى العضله كل ما انت عالجتي بدري كل ما يكون التحسن احسن. وكل ما انت سبتي الموضوع فتره فكل ما الدنيا بقت اضعف، الدوره الدمويه بقت اضعف، الاعصاب حصل فيها تلف اكتر. فكل ما انت سايبه الموضوع وقت اطول كل ما النتائج تاخد وقت اكتر. بس ليها علاج نهائي يعني يا دكتور؟ ممكن مع فعلا التدريبات مع ممارسه الرياضه؟ احنا بنعمل حاجات كتير وبنقيس قوه العضله اللي هي السيستم، يعني ممكن فعلا تقوى بنعمل جلسات وبنقيس القوه عن طريق جهاز في شاشه اسمه بايو فيدباك، بيدينا قوه العضله قبل وبعد. يعني مثلا اخر حاله عالجتها مثلا كنا بنقيم ب 15 وصلنا مثلا ما شاء الله 48 درجه التحكم بتاعت العضله. ممكن كمان تزيد طبعا مع ممارسه الرياضه. 48 ده اصلا خلاص بقى نورمال خلاص. بتعمل بقى بنوصيها بتمرينات بتعملها اثناء عمليه التبول، ان هي تمسك نفسها في اول البول وفي نص عمليه التبول وفي اخر عمليه التبول بتمسك نفسها لحد ما بتخف. وكان برده كان في حالات كانوا اتنين اخوات وكان عندهم نفس المشكله، برده دول ما شاء الله خدوا كورس مكثف لمده شهر وما شاء الله. دكتوره يعني احنا بنتكلم في النقطه دي عشان النقطه دي كتير، حتى اكيد من المشاهدين انا متاكده ان مش هنلاقي اتصالات كتير، عشان كتير مننا بيحرج ان هو حتى يروح للدكتور، وساعات كمان الواحد بيبقى مش عارف يروح لدكتور ايه. بيبقى ازمه نفسيه بالظبط، ويروح لدكتور ايه؟ دكتور نفسي، دكتور عصبي، دكتور امراض نساء وتوليد، ولا دكتور او دكتور مسالك بوليه. فحتى المشاهدين المتاكده وهم بيشوفونا بيقولوا طب انا اروح لمين؟ فان هم يبقوا اتجاههم للدكتور طبعا بتاع الرياضه، وان هو الدكتور ان هو يقدر يعرفهم ازاي
تاني دي عضله وبتتقوى. احنا بنشتغل باجهزه بتقوي عضله المثانه، واجهزه بتدخل على عضلات الحوض برضو بنقويها، وحاجه بتزود الدوره الدمويه اللي رايحه للشرايين بتاعه المثانه. بس بيعمل الجلسات دي يا اما كل يوم يا اما يوم بعد يوم على حسب الحاله، بنختار البرنامج وبنقيس قوه العضله دي قبل وبعد العلاج لحد ما نطمن ان العضله دي تعرف تعمل كنترول سواء هو صاحي او هو نايم. بس هو بيبقى العيان يعني بيخف تماما، يعني مش حاجه اللي هي تبقى وقتيه وبس، لا ده بيخف تماما بالرغم انها مشكله يعني كبيره مش كبيره ملهاش علاج وبتعمل ازمه وما يعرفش يبات بره وما بيعرفوش يباتوا عند حد بسبب المشكله طبعاً دي. كفايه الاحراج يعني بصراحه كفايه ان الواحد يحس ان في حاجه او كنترول. في بنات بتبقى موقفه قصه الجواز او شباب يبقوا موقفين ان هم مش نافع ان هم يروحوا يتجوزوا حد بسبب ان هم عندهم المشكله دي. يعني بصي وصلت طبعا لمهازل يعني. طب دكتوره رانيا، العلاج الطبيعي احنا عارفين اهو عالج حاله من الحالات او قضيه زي ما بنقول مهمه جدا وبتاثر سلبا على نفسيه الشخص. نرجع تاني بقى للناس الكبار، وبالذات ان كتير قوي لما نيجي نقول لهم الست الكبيره بتبقى قاعده حتى ساعات من كتر ما هي تعبانه وفي عندها مثلا ضغط وسكر وامراض كتيره جدا، بيصاحب كمان دوت اللي هو التبول اللا ارادي. دي ليها ممكن علاج برضو بالاجهزه ولا؟ هقولك دي بنسميها بقى بصي لو هي عندها سكر، احنا دايما بصي السكر احنا عارفين ان احنا هنتكلم النهارده عن مرض السكر برضو وازاي نقدر نستخدمه بالزبط. في العلاج الطبيعي بالظبط. انا عايزه اقول ايه، ان هي لو عندها سكر بنستخدم حاجات، وان هي لو ما عندهاش سكر بنستخدم حاجات. يعني ده لو حاجه اسمها انكونتيننس، عدم تحكم نتيجه انه حصل ولاده طبيعيه اكتر من مره، في عضله المثانه او عضلات الحوض بدات تبقى ضعيفه، بنسميها ايه، بتفلت. يعني تيجي تعطس اسمه ستريس انكونتيننس، او تكح مع اي بالزبط. حاجه بتزود البريشر تكح تعطس تلاقي ايه نزل منها ايه نقط بول. دي ليها علاج، بيبقى ليها نوع جلسات مختلف عن السلس البولي اللي هو مصاحب لمرض السكر. ليه؟ لان دي مشكله انه العضله بدات تضعف، فانا كل شغلي بيبقى على العضله بندخل بجهاز بيعمل استيميوليشن لعضله المثانه من جوه عشان بنقويها. للرجاله بيبقى ليهم جهاز وللستات بيبقى ليهم جهاز، بس الاستريس انكونتيننس اللي هو بيبقى مع الستات ده بيبقى طبعا ليه حاجه مختلفه طبعا، والرجاله بيبقى ليهم ايه حاجه مختلفه ثانيه.